نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الحفل الخطابي والفني والتكريمي للطلاب الحاصلين على المراتب العشر الأولى في الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي المنصرم. برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، نظم مكتب التربية بساحل حضرموت حفلا خطابيا وتكريمي في أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. وفي الحفل ألقى وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي كلمة هنأ من خلالها الطلاب المتميزين الحاصلين على المراكز العشر الأولى في شهادة الثانوية العامة، لافتا إلى أن التعليم له مكانة كبيرة وهامة في حياة الشعوب ويمثل الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم وتطور المجتمع والوطن في جميع المجالات. شكر موصول إلى إدارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ القدير جمال سالم عبدون. وما نحن هنا اليوم في هذا المكان إلا انعكاس لما يقدموه من جهود مبذولة، فشكرا لهم، وكلمة شكر قليلة بحقهم، فقد قدموا الكثير والكثير، فشكرا لمن كان سند وعون لنا في توفير السبل العلمية بكامل صفاتها، فشكرا لهم من هنا. نشكر الله تعالى على وصولنا لهذا المستوى، وأكيد نشكر أهالينا ومدرستنا على الدعم اللي قدموه لنا. وصولنا لهذا المستوى فخر لنا ولمحافظتنا أكيد. بدوره أشار نائب المدير العام لمكتب تربية ساحل حضرموت إلى أن مكتب التربية يكرم 125 طالبا وطالبة الذين حصدوا المراكز العشر الأولى، مؤكدا أن قيادة التربية ستظل تعمل بكل ما أوتيت من قوة لخدمة الرسالة التعليمية وصولا إلى الرفع من مكانة حضرموت تربويا وتعليميا وإنسانيا. إن تكريمنا اليوم لهذه الكوكبة من أبنائنا الطلاب، من أبنائنا الطلاب والطالبات الذين تنافسا شريفا لحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة، يجعلنا نشير إلى معدلات النجاح التي حصدها طلابنا وطالباتنا على مستوى المحافظة، والجمهورية يشير إلى مستوى التقدم والتطور الذي يرافق سير العملية التعليمية والتربوية في كل الأيام الدراسية. وتخلل الحفل عدة رقصات فرائحية ومشاركات من الطلاب، وتم في ختام الحفل تكريم الطلاب المتفوقين وسط فرحة عامرة من قبل